ازاء هذا الوضع وهذه الحصيلة، حصيلة 11 شهرا، لنسأل بكل هدوء: هل ترك سعيد لخصومه بابا للحوار؟ وهل ترك لنفسه سلما للنزول حتى نتحدث عن إمكانية حوار مع هذه السلطة؟ أخي، هو يبدو للأسف يعني في لحظة ما التونسيون إما لم يقرأوا هذا يعني هذه الظاهرة المسماة اليوم قيس سعيد أو استهانوا به. يعني عندما تعود إلى حواراته حتى قبل الانتخابات، قال عندما أصل إلى الانتخابات يعني سأغير كل شيء. وبالتالي هذا المشروع الذي يعني هو بصدد تفعيله، يعني تفكيك الدولة التونسية وتفكيك مقدراتها وتفكيك المجتمع والعودة به إلى أطوار، خليني أقول لك، رجعية. يعني إذا يحطم الأحزاب ويحطم النقابات ويحطم القانون ويحطم القضاء والدستور، هو يعني أين يعود؟ يعود إلى ما قبل يعني الدولة. هنا سؤالك أخي حسين، يعني هل ترك سلما للنزول وهل فتح باب الحوار؟ قيس سعيد لا يسمع إلا يعني إلا نفسه. خليك ممن يقاومونه، من انتدبهم للعمل معه يعني خرجوا فرفر، من يبايعونه يوميا ويناشدونه يعني تقريبا سمعوا منه ما يكرهون كما يقال. يعني هو، هل أنت تنتظر أنه باش يعني ينادي أو يفتح باب الحوار لمن يقاومونه باعتباره يعني معناها يعني باعتباره يعني منفذ انقلاب؟ هل سيمد يديه لمن هم يعارضونه تحت سقف الانقلاب؟ أبدا. هو إذا من اشتغلوا معه يعني انسحبوا، بعضهم صرح وكانت تصريحاتهم يعني كارثية، وبعضهم فضلوا الصمت حفاظا على ما تبقى مما يسمى هيبة يعني دولة. وبالتالي أقول من ينادون اليوم بالحوار الإدماجي والحوار مع قيس سعيد واهمون، يعني مش مزايدة ثورية ولا هدايا باعتباره انقلب لا صلح ولا اعتراف معه كما هو قال، لا صلح ولا اعتراف مع الخونة اللي هو الشعب التونسي وخيرة نخبه يعني السياسية. هذا الانقلابي لا يسمع أحدا هو يعمل مونولوج، ما يعملش ديالوج، يعني معناها كلمة الحوار بيدو اغتصبها. إذا يا أخي أعمل ما يسموه استشارة وكانت فاشلة واحتفل بها على اعتبار كانت ناجحة جدا، يعني كيف يمكن أنك تتحدث مع هذا الرجل على إمكانية أنه سيتراجع أو سيمد يده إلى بقية يعني الفعاليات؟ هو من نهار اللي انتخبوه لم يلعب دور الرئيس، دور الرئيس في الدستور هو ما فوق الحزبية، يعني رئيس كل التونسيين، عملها الرئيس المرزوقي وعملها الرئيس الباجي الله يرحمه. هذا لم يتصرف باعتباره رئيس جمهورية، تصرف باعتباره رئيس جماعة ساكت، جماعة مغلقة، صاحبة مشروع خفي يعني مهمته تهديم وتحطيم ما بني على مدار عقود، حتى لا أقول لك على مدار قرن ونص من يعني ما نسميه بالدولة الحديثة. وبالتالي أنا لا أنتظر وأقول لمن هم واهمون إلى حدود تصريحات البارحة أنه بالإمكان أنهم يفتحوا معه حوار، الحوار لا يفتح إلا مع من يسمع، هذا لا يسمع ولا يطرب إلا لواقع أقدامه، هذا يعيش المونولوج، هذا ما ينصت، هذا ما يعتبرش الناس ثم يعني معارضة، هذا يقول خونة، هذا كل من يخالفونه حكم عليهم بالموت. متعرف يا أستاذ حسين إيش معناها خونة؟ يعني استباحة دم الناس، يعني الناس اللي قاموا في قيس سعيد اليوم ما ينشطوش كما يقول في نوع من الرخاء الحرياتي، ينشطوا في ظروف متاع أنهم يعني مغتالون بالقوة، على اعتبار إذا أنت تحرر أنت فيدك كل القوة، معناها فيدك القضاء وفيدك السلاح وفيدك الإعلام وفيدك كل شيء، وتقول هؤلاء خونة، إيش خليت لهم يعني؟ إذا كان هذا خونة، إذا كان باش يحل معاهم حوار يعني سيحاور يعني الخونة، هذا داخل في حيط كما يقولوا التوانسة، يعني ما يمكنش ينزل من السلم كأنك أنت تكسر خلايقه، وما ينجمش يسمع حد، ما يسمعش، هذا صم بكم عمي لا يفقهون. وبالتالي أقول للواهمين أن أراه التفتوا إلى بعض، الحوار يتم بين التونسيين العقلاء اللي هم اليوم تقودهم جو من الشماتة ومن التشظي.
تبذل جهدك يا سعد حسين في توجيه يعني خطابك إلى التونسيين ليتحاوروا فيما بينهم للخروج من هذا النفق ومن هذه المهزلة، لكن مغتصب قرطاج لا يمكن أن يحاور أحدا لأنه لا يسمع. نعم أستاذ أمين، هو أستاذ رضا الشعيبي وأعتقد إن كان تكلم هنا باسم مستشار الغنوشي، ولكن هو في الحقيقة عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص، ومهم نستوضح هنا عندما يقول الشعيبي إن أزمة اجتماعية وأزمة اقتصادية وأخرى دستورية ليس من مخرج لها، والأزمة متعدة غير المخرج السياسي، مجدد على ضرورة إجراء حوار سياسي حول العودة للمسار الديمقراطي واستئناف المسار الدستوري. إذن هو يرى هذا الحل. أنت في مواطنة الانقلاب، ولكن كنا نرى بعض التباين بين مواطنة الانقلاب وجبهة الخلاص، نريد أن نستوضح وين الحل التوانسة اليوم؟ أخي حسين، قبل أن نصل إلى تصريحات الناطقين باسم جبهة الخلاص الوطني، لن أقدم لك مواطنة الانقلاب على اعتبار أنكم رافقتم تصريحاتها ومواقفها على مدار 10 أشهر أو يعني 9 أشهر. أنا خلينا في التوصيف أستاذ إقبال، نحن كنا نقول هذا الرجل لم يسمع أحدا، لم يسمع لا من انتدبهم لا من ناشدوه ولا من عارضوه ولا من قاوموه، لا يسمع أحدا، وبالتالي كيف يعني كيف يكون الحوار مع من اغتالك؟ كيف يكون الحوار مع من قررك أنت خائن وأنت متاع سفارات؟ يعني كفاح إنسان يعادي النقابات ويعادي الأحزاب ويعادي الجمعيات وتقول له حوار؟ هذا واحد يعني. وبالتالي هذه الدعوات التي نسمعها من قيادات جبهة الخلاص الوطني لا أدري بالضبط يغالطوا في التوانسة ولا إيش يحبوا يقولوا بالضبط، يعني يحبوا يقيموا عليه يعني معنى يعني الحجة زعمة عندك 10 أشهر لم ينصت إلى أحد. هذا الرجل حكم قبل الانقلاب، هل نادى أحزاب؟ هل استمع؟ هل يعني نادى رئيس برلمان؟ من اللي شد رئيس جمهورية وهو عامل بركاج للبلاد وعامل بركاج للمؤسسات وهو واع بما يفعل؟ وبالتالي ما تجمش تطلب العسل كما يقال، معناها ممن لا يعطي عسلا يعني يعني من الدبور. وبالتالي غلط هذا من اللي يتحدثوا على حوار ادماجي وحوار شامل وازمه وكذا كذا، يغلطوا في التوانسه، يضيعوا في وقت التوانسه على اعتبار هذا الرجل لم يقدم ولا يوم ولا لحظة أنه رجل حوار أو أنه يعني رئيس لكل التونسيين. هو يتكلم باسم فرقة ناجية يعني باسم أقلية يسميهم الصلحاء ويسميهم الوطنيين. هو قال عن نفسه لا أحتاج، قال مثل ما الإسلام، هذا أحد مفسريه في مركز بحث، يعني قال هذا الرجل الإسلام لا يحتاج إلى وساطة ورئيسنا لا يحتاج إلى وساطة، لا يحتاج لا نقابات ولا أحزاب ولا جمعيات، ويخاطب الشعب. لا، مش يخاطب في الشعب، هو الشعب لا يكون شعبا إلا إذا كان منتظما في أحزاب ونقابات وجمعيات. هو يريد أن يخاطب رعايا، والرعاية اللي هما 4.5% اللي في الاستشارة متاعه اللي عملها على طريقة جوبلز، يعني كل أدوات الدولة الكل عملها وما نجمش يفوت. إذا كان في الانتخابات في الدورة الأولى عنده 600,000، توا شاد كل السلطات وكل الأجهزة وبالكاد وصل بالتدليس 500,000. يعني كيف تطرح معاه حوار؟ ليش يضيعوا في وقت التوانسة؟ مواطنون ضد الانقلاب ما هيش تعمل في المزايدة. مواطنون ضد الانقلاب يا أخي حسين نشأت ساعة انهار المشهد الحزبي، عشية الانقلاب وجدنا الأحزاب منهارة، لا أحزاب قادرة تخرج أنصارها إلى الشارع، لا أحزاب قادرة تهبط بيانات يعني مشتركة. فيش صار؟ فجاءت حاجة اسمها مقاومة الانقلاب. كأي دولة يقع فيها اللطف يعني حرب إمبريالية يعني يطيح عليها وينهار جيشها الوطني، في انهيار الجيش ايش يصير؟ تصير المقاومة، يعني هذاك في المقاومة المسلحة يعني في مواجهة الاحتلال، في المقاومة المواطنية في مواجهة الانقلابات والاستبداد. عندما انهار المشهد الحزبي صعدت مواطنون ضد الانقلاب، قالت المقاومة. شكون جوها؟ جوها الناس من مرجعيات مختلفة على اعتبار هي مقاومة، يعني تجد الإسلامي وتجد العلماني، تجد الناس أنت مريت شيخ المقاومين اليساريين الأستاذ عز الدين الحزقي،
جاي من يسار، وعندك ناس جايين من الإسلاميين، وناس جايين من العربيين، ناس جايين من الليبراليين، الديمقراطيين، الحقوقيين. يعني مقاومة الانقلاب استدعت كل أنصار الديمقراطية. باهي بعد 9 أشهر من هذه المقاومة بدأ المشهد الحزبي يستفيق يا أستاذ حسين، بعد أنه كان دايخ وكان يعني في حالة شلل بدأ يستفيق. قلنا لتكن هذه العودة يعني للأحزاب وهذه الاستفاقة تتويج إلى 9 أشهر من النضال المواطني على مستوى يعني يقوده مواطنون ضد الانقلاب بأحزمتهم بذلك الشارع الديمقراطي الذي ما بدل تبديلا، يجي من أقصى الجنوب ومن الشمال في البرد في السخانة في باهي نشأة الجبهة. مرحبا، هذه تعبيرة سياسية ستقود المرحلة سياسيا وستخاطب العالم وستخاطب الداخل. لماذا الخطاب والزخم كله يعني بعد قراءة وبعد دياغنوستيك وبعد تبين وبعد 9 أشهر وأنت جرب فيه وقال لك لا وما سمع حتى حد حتى أنصاره كلها؟ ما سمعني يا أستاذ حسين، راك استضفت أنت وعديد القنوات في الداخل والخارج أشد أنصاره والكل من يوم خرجوا عليه، يعني هذا مش رجل حوار. وبالتالي مغالطة هذه التصريحات التي نسمعها البارحة وقبل البارحة في صلب جبهة الخلاص، يعني مانيش فاهم شنو يحبوا بالضبط. يعني هل هي جات يعني كما تقول فيها جاي عاون فيها على كبر ابوه هرب له بالفاس؟ يفترض ان الجبهه هذه وراها زخم وراها شارع ديمقراطي كبير وراها رصيد رمزي كبير بنهولها مواطنون، وهذا ياتي خصوصا استاذ لمين. اكملت اخي حسين، تاخذ هذه الامكانيات وتقود المقاومه مع استيقاظ جبهات اخرى والشارع الاجتماعي وهذا الكل، واذا به طيحوا البار. اليوم قبل ما نتصل بكم سمعت اطراف اخرى تتحدث فقط على افشال الاستفتاء وما تحكيش على يعني الاطاحه بالانقلاب، يقول لك هؤلاء يتحدثون عن حوار مع انقلاب. انت استضيفهم يا استاذ حسين، استضيفهم وقول ويفهموا التوانسه ويفهموا الشارع الديمقراطي ماذا يقصدون بالحوار مع من قال لا صلح لا اعتراف لا تفاوض لا حوار. نعم.